بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبا القاسم محمد. نحمد الله على في الشد على السراء والضراء والشدة والرخاء. أنا أم المعتقل أو المصاب فاضل عباس مسلم، وعمره الآن ما يقارب 19 عاما. بالنسبة للاعتقال، هو لم يعتقل فترات طويلة، بل إنه بالنسبة للاعتقال هو لم يعتقل بفترات طويلة، بل إنه تم اعتقاله في نقاط تفتيش أكثر من مرة، ويؤخذ إلى مركز الشرطة ويتم التحقيق معه ثم يفرج عنه، ولله الحمد. وفي الأيام الأخيرة تم إحضار إليه إحضارية للمثول أمام المركز مراكز أو مركز الخميس، وبالفعل تم الحضور والمثول أمامهم، ولله الحمد تم الخروج من المركز بدون أي تعذيب أو أي توقيف في المركز. وتم التنبيه إليه بأنه سوف يحضر إليه ورقة للمثول أمام المحكمة، والحمد لله لم يتم الحضور إليه أو إرسال إليه حضارية للمثول أمام المحكمة. وبالنسبة للإصابة التي تعرض إليها ابننا المصاب فاضل، ففي الليلة الماضية في تلك الليلة الماضية خرج هو مع رفقائه اثنين من أصحابه، وعلى ما أعتقد وبحسب المعلومات التي وردتني، أنا لم أكن معهم، ولكن بحسب الأخبار والأنباء التي تتوارد عنه أنه برفقة اثنان من أصحابه خرجوا للتوصيل أو لشخص من أصحابه، توصيله إلى منطقة من المناطق المجاورة وهي منطقة المالخ، وتفاجأوا عند وصولهم إلى هذه المنطقة بأن المنطقة حصرت تماما وهم في قلب المنطقة، وتم ملاحقتهم اثناء وهما بالسياره، تمت ملاحقتهم ورميهم بالرصاص الحي كما تواردت الاخبار. وبعد ذلك عندما رموهم بالرصاص الحي القذائف الحيه، نزلوا بسرعه تاركين السياره وهم يجرون. وبعد ذلك أيضا عندما لاحقتهم المرتزقة رمتهم بالرصاص الحي في نفس المنطقة. وعلى ما وصلتنا هذه الأخبار إن فاضل عباس وهو ابننا المصاب أصابته رصاصتان في الرجل، الرجلان، ورصاصة في الظهر من الخلف، فسقط على الأرض ولم يستطع النهوض، فألقت عليه فتحاوشته المرتزقة واعتقلوه. هذا ما وصلتنا من أخبار، والله العالم، ولم تصلنا أي خبر. بحثنا عنه في كل مراكز الشرطة والمستشفيات
ولم نحصل على أي خبر عنه. أنا أوجه رسالة إلى جميع الجهات المعنية، إلى كل شخص. أوجه رسالة إلى أني أريد أن أطمئن ويطمئن قلبي على ابني الغالي. أنا لا أعرف عنه أي شيء، ولم يصلنا أي خبر عنه منذ إصابته في الليلة الماضية، وهذا ما أريد أن أقوله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.